أهلا بكم من جديد، وبرحب بكل ينضم الآن لحضرة المساء. والمقولة الأشهر في ما يتعلق بالصحة الجسدية: العقل السليم في الجسم السليم. للرياضة أدوار مهمة جدا في سلامة العقل، في الصحة النفسية، في علاقة الإنسان مع الآخرين. فدائما الرياضة حاضرة اليوم في حضرة المساء، وسعداء جدا أنه تكون معنا أسرة نادي التجديف. بالطبع يا محمد، العبادة الرياضة مهمة جدا جدا، وكل فئات المجتمع أصبحت تمارس الرياضة: أطفال، رجال، نساء، بكل أنواع الرياضة المختلفة، رياضة كرة القدم وغيرها من الرياضات. سعيدين جدا أنه يكون في معيتنا ونتكلم عن الجانب الرياضي. كابتن عمر الفاروق، مساء الخير عليك، منورنا. أهلا ومرحبا عليك، وشكرا على الاستضافة على قناة البلد. نهني الأخوة المتحنين على النجاح ده. كمان كابتن العز طارق، مساء الخير عليك، منورانا. مساء الخير، منورة بوجودكم، مساء الخير عليك. لك التحية العزة. وأنت لاعبة منتخب الكاياك وأحرزت المركز الأول لسنوات متواصلة ومتتالية. بداية نعرف المشاهد الكريم بماهية رياضة الكاياك. رياضة الكاياك تجديف بصفة عامة هو بتنوع في القوارب، هي غوارب بس متنوعة كلها تحت تجديف الكاياك والكانوي. يعني هي نوع من أنواع التجديف. هي التجديف براو، بيكون في عنده أندية براو. الكاياك والكانوي بيطووا تحت نادي واحد في السودان. في كل الثلاثة الأنشطة دي في اتحاد واحد اللي هو التجديف، اللي هو اتحاد التجديف والكاياك والكانوي السوداني. نعم. عمر الفاروق، كمان عايزينك تحدثنا عن نادي التجديد والعضوية تحته. والله نادي التجديد ده يعني اشتراكه ما بقروش، بس تسجل انت كده تكون شاركتها. اهم شيء انك تكون انت بتعرف تسبح. انت لو ما بتعرف تسبح ما ممكن تشارك، عشان كيف تشكل خطوره على نفسك، يعني انت ممكن تغرق ويغرق الغارق. ما عندكم برضو كمان جانب السباحه تعلم ناس بعد ذاك تقدم لنا التجديد؟ السباحه والله في كوتشين يعني متخصصين، يعني اول السباحه ذاته ممكن يجيبون من هنا، ممكن ثاني يجيبون لحد ما يتعلموا السباحه يجيبون للتجديد. برضو العزة، عندك مشاركات زي ما تكلمنا عن مشاركات داخلية وخارجية، كلمينا عن أهم المشاركات اللي أنت كنت مثلتي فيها السودان في الخارج. في الخارج أهم مشاركة لي في الخارج كانت 2019 الألعاب الأفريقية، بطولة الألعاب الأفريقية وتصفية الأولمبياد في جمهورية المغرب، الجمهورية العربية المغربية، كانت أبرز مشاركة لي في الخارج. طيب على مستوى المشاركات الداخليه، يعني هل في منافسه تتعلق بالنسائيه؟ يعني انت معك نساء في الكاياك؟ ايوه عندنا ماراثون السيدات، ده اللي هو ابرز مشاركه او ابرز برنامج بيحصل في النادي عموما، اللي هو ماراثون السيدات سنويا 9 سنة، او ان شاء الله النسخه الجايه السنه دي حتكون النسخه العاشرة. خلال 9 سنة اللي هي مسافته واحده 15 كيلو ماراثون السيدات، انا نزلت 6 مواسم. خلال ال6 مواسم الحمد لله بفضل الله احرزت المركز الاول 3 مرات والمركز الثاني مرتين. يعني متصدره دائما الجانب ده. دائما النساء متصدرات المقعد الاول. من العازه نمشي لعمر. عمر، عايزينك برضه حدثنا عن مشاركاتك داخل السودان او خارج السودان. هي المشاركة يعني أول لي مشاركة كان في ختام الدورة التدريبية، أسي أقول في الفترة الشتوية أسي شاركت حرزت فيها الميدالية الذهبية، دي كانت أول لي مشاركة. المشاركة الخارجية طبعا يعني ما توفقت، كنت مع الامتحانات، يعني كل ما تكون في بطولة بكون مع الامتحانات، لكن بإذن الله يعني لقدام كده يعني إن شاء الله يعني مثل السودان إن شاء الله بصورة كويسة كده إن شاء الله وارفع إن شاء الله. بالتوفيق يا عمر. العزة دائما قبل شويه امونه قالت والله النساء دائما في المقدمه وبيحرزوا المركز الاول وكده، ففي رياضات في السودان انه دائما بيتسيدوها الرجال، يعني حتى لعهد قريب شغل بتاع التجديف والكاياك كانوا هم الرجال في المقدمه. هل وجدتوا دعم ولقيتوا تدريب كافي للجانب النسائي؟ هل فعلا في انتشار للرياضه النسائيه في الكاياك؟
على المستوى القريب في انتشار كبير في الرياضة النسائية على مستوى السودان عموما. السودان كان من الدول مشاركة النساء قليلة جدا بسبب يمكن الجهل بالجانب الرياضي النسوي. انه يعني اغلب العائلات بتشوف انه الرياضه ما بتناسب المراه, في حين انه هم يعني ما جربوا اصلا. فانا كنت بواجه المشكله دي من جوا البيت. ايوه. لكن لما انا انضميت للنادي وانه المراه يعني انه السيدات او النساء انها بيقدروا انه يمارسوا الرياضه من غير ما يعني انه يسووا بالعادات او الدين او يمسوا الحرمات يعني. فالجانب النسوي حاليا مهتمين به شديد لانه هو عن قريب انه النساء عموما يعني اول رياضه نسويه ظهرت عن قريب, اللي هو زمان ما كان في اصلا رياضه نسويه. طيب الشغف بتاعك, شغفك الخاص يا العز, يعني شنو الدافع اللي خلاك انت تمشي في المجال ده؟ هل الموضوع ده من بدري ولا في صحباتك؟ انا بحب المغامره اصلا. انا بحب التحديات شديد, بحب اجرب الحاجه الصعبه صراحه. التجديف من اصعب الرياضات يعني, ما رياضه سهله. يمكن انا حبيت السباحه, دخلت في السباحه حبيتها شديد, لكن التجديف كان لانه حاجه صعبه بالنسبه لي, كانت هي نقطه تحول في حياتي, وهي انه انا زي ما قلت بحب التحديات. فالحمد لله توفقت في الحمد لله. ان شاء الله امونه تدربي معها, تاخذوا تدي امونه دوره تدريبيه في الكايت. حبايبك والله. انت يا العزة مارستيها من قبل سنوات ولا هسه؟ ايوه انا من 2012 تقريبا في مجال التجديف, وحاليا انا ماسكه تيم, يعني حاليا انا مدرب ماسكه تيم بدربه. يا سلام يا سلام. عمر كمان عايزينك تحدثنا عن الانشطه المختلفه لنادي التجديف. عندكم انشطه مختلفة في النادي؟ والله عارف في أنشطة يعني كل سنة يعني بيجيبوا الماراثون, يعني عندهم ماراثون بس حاليا في ماراثون إن شاء الله في الشهر الجاي من الخرطوم لحد حلفة إن شاء الله. يا سلام. يعني عندهم ألعاب مائية عندهم كده يعني في حاجة. نعم. عمر الفاروق أسرة نادي التجديف لك التحية, والعزة طارق من الكاياك والمتسيدة يعني رياضة الكاياك لمدى 3 سنوات متتالية. احنا شاكرين ومقدرين لكم الحديث الطيب وده تشجيع للرياضة دائما, وما تنسونا انه احنا نتدرب معاكم انا ومع بعض. شكرا لكم كثير, وكلمة أخيرة لمشاهدي قناة البلد. انا ما اخذت فرصه انه للمراه وللنساء توجهي لهم حاجه خاصه كده للرياضه عشان يتحمسوا انه يكونوا رياضيين. دائما بقول انه الرياضه حياه, وانه الرياضه يعني ما متوقفه على مجتمع, ما متوقفه على دين. انت ممكن تمارسي الرياضه بحجابك, ممكن تمارسي الرياضه حتى لو في البيت. يعني انا بتكلم عن حتى اذا انت ما طلعتي مارستي الرياضه في انديه, ممكن تمارسها في البيت. بجد يعني الرياضه حاجه مهمه جدا, جزء من لو خلاها الانسان جزء من حياته حيكون الانسان صحيح يعني مدى الحياه. نعم. عمر كلمه اخيره. الله انا شاكر لكم ثاني جدا, اقول لكم لكن ثاني اشكر كوتشي حمد وكوتشي هنا الاب الروحي للتجديف, يعني ما شاء الله يكونوا واقفين معنا كده يعني. ان شاء الله يعني السنوات القادمه ان شاء الله يعني اقدم السودان ان شاء الله بصوره كده كويسه كده ان شاء الله. ان شاء الله. منى نطلع فاصل ونرجع. نطلع فاصل قصير, وكاميرا البلد كانت حاضره في احتفالات شهاده الاساس, نتابع من ثم نعود لمواصله في حضره المساء.